مساكم الله بالخير. الحقيقه عندي حاله اليوم راح ارضى عليكم، لاني وقفت معهم لكن بعد كذا ما عاد اقدر اصور ولا اقدر اتركها لكم. الرجل هذا اللي اعرفه توفي قبل سنه وكم شهر كذا، 13 بس الله يغفر له ويرحمه، بس ترك وراه 14 واحد كلهم معاقين. 14 معاق، حاولنا نساعد، حاولنا نخدم لكن خلاص ما بيدري شيء. انا عني انا ما بيدري شيء، انا حاط حالتهم وشوفوهم. الشر الكامل، واللي ما يتكلم، واللي ما يسمع، واللي معاق، واللي ما يشوف، اسالكم بالله ساعدوهم. وال 14 دول كلهم ما يصرف عليهم الا شخص واحد موظف راتبه محدود. راتبه محدود يعني يشري ايفون 3500 راتبه. اوريكم كل شيء، بحط تلفونهم ورقم حسابهم. اللي بيساعدهم لوجه الله اسعدكم بالله لا تخافوا، لان وضعهم مره سيء. النعمه اللي انتم فيها هذا ال 14 نفس كلهم معاقين. احنا اذا زكهم واحد من ايامنا قامت الدنيا وقعدت وضاقت صدورهم. تعالوا شوف. طبعا هذا بيت، شايفين البيت؟ 14 معاق في البيت، شايفين كيف؟ شايفين البيت؟ شايفين اللي عندهم نعم وعندهم فلوس؟ شايفين؟ هذول على واحد ما اقدر امشي معاه، اثنين ثلاثة، هذا ما يمشي الا على الجدار، هذا ما يمشي الا على الجدار، هذا لا يتكلم، الذي لا اله الا هو نشفيهم ان شاء الله. طبعا البنات ما قدرنا نجيبهم لان بعد فيه سبب بنات هناك، فما حبينا نجيبهم ولا نتكلم عنهم، لكن تقاريرهم بوريكم اياها الحين. هذه تقاريرهم الطبيه، هذه تقاريرهم الطبيه كلهم ال 14 اعاقات، شايفينهم كلها كلها قضايا دين على والدهم رحمه الله عليه، اخذها عشان علاجهم لكن مات الله يرحمه والدين. ساعدهم لوجه الله تعالى. البنات ما طلعناهم، وانتم عارفين ليش ما طلعنا البنات، كبار في السن ولا ودنا والله نطلع احد، لكن هذه تقاريرهم واثباتهم. هذا حساب العائله الوحيد لهم اللي بيساعدهم واللي بيعطيهم شيء لوجه الله تعالى، هذا هو اكبرهم واللي يصرف عليهم، بس الله يفرجهم من رحمه. وبعد تلفونه بعد فاض من الاسيه وانسكب اهراء الى الرحمن.